اكتشفت ان المصريين مرة رومانسيين. هذا ثاني واحد يجي لي يطلب عبايات لخطيبته. اشترى عبايتين من بنت سعودية وطلب منها تكتب لخطيبته في كارت كلام حلو وتبعته مع الهدية. سعودية منبهرة برومانسية الرجال المصريين وشايفة ان مفيش زيهم في العالم، وده مش اول مرة يحصل معاها كده، وفي كل مرة بيثبتوا لها ده. ليه البنت السعودية قالت ان مفيش في رومانسية الرجال المصريين؟ ازاي بتحسد اي واحدة متجوزة مصري وخاصة البنات المصريات؟ مفاجأة بقى لردهم. الإنسان عامة بيشوف دايما الصورة من بره ومن بعيد وبيقرر إن دي أحسن حاجة، وممكن يكون العكس تماما، وده غير اللي بيشوفه اللي جوه بالتفاصيل. ومبدأ اللي ما يعرفش يقول عكس ردة المصريات على البنت السعودية لما نشرت الفيديو، فيا ترى إيه الحكاية؟ كل الحكاية إن في بنت سعودية اسمها أريج، هي سيدة أعمال وصاحبة بيزنس على قدها تصميم عبايات في مصر، وبقى لها حوالي 4 سنين عايشة جوه مصر وما بين السعودية ومصر اللي بتعتبرها بلدها التانية. أريج نشرت فيديو وكانت منبهرة من تصرفات الرجال المصريين مع اللي مرتبطين بيهم، ومش مصدقة الرومانسية والحنية اللي فيهم، وقالت إن في واحد مصري عمل من عندها أوردر عبايتين هدية لخطيبته في عيد ميلادها، وطلب منها تكتب لها في كارت كده كلام حلو ورومانسي. وقالت اكتشفت إن المصريين مرة رومانسيين، هذا تاني واحد يطلب مني هدية عبايات لخطيبته، وكانت مبسوطة وفرحانة جدا من اللي الرجال المصريين بيعملوه مع البنات المصريات وبتحسدهم عليهم كمان. وطبعا من كتر انبساطها بالعميل المصري ده قررت انها تديهم هدايا مع الاوردر كانت جايباها من تايلاند اثناء زيارتها كهديه منها ليها علشان عيد ميلادها، وكمان علشان خدوا منها عبايتين. والمفاجاه ان البنت المصريه صاحبه الهديه ردت بنفسها على الفيديو وقالت لها بقى تسلم ايدك، عجبوني قوي والماتيريال تحفه. فأريج قالت لها تستهلينها إن شاء الله، خط طلع مفهوم بس. طبعاً رد البنات المصريات عليها في التعليقات كان حدث ولا حرج، وقالوا لها هم رومانسيين وهم خطبين، من دول الرومانسيين، لا انتي ما تعرفيش حاجة، في الخطوبة الصرف بيكون كتير، بعد كده مفيش الكلام ده، لا هدايا ولا غيره. إنما بقى الرجالة بصموا بالعشرة على كلامها، وقالوا لها فعلا احنا رومانسيين جدا، وكانوا مبسوطين ان السعوديات واخدين الفكره دي عن الرجاله المصريه. الغريب بقى ان دي المره الثانيه الأريج اللي شاب مصري يطلب هديه منها لخطيبته، وده اللي خلاها تقول ان بعد الرجاله المصريين مفيش، وده رغم انها متجوزه وعندها بنت ولكن عشيتها في مصر. واندماجها مع المصريين كشف ليها مميزات كتير عنهم ما كانتش تعرفها. المفاجاه بقى ان أريج ما كانتش مخططه انها تعيش في مصر خالص، وكل الحكايه انها كانت جايه سياحه لمصر والاجواء عجبتهم الاسبوع ما تدول شهر، وبعدها الازمه الصحيه العالميه حصلت والمطارات طبعا اتقفلت، وحبوا الوضع في مصر، خدوا بيته وقرروا يستقروا في مصر وتفتح البيزنس بتاع العبايات بتاعها في القاهرة، وبقت تشارك المتابعين يومياتها في مصر وتصور الأماكن اللي بتزورها كنوع من الترويج ليها، وكمان علشان بتكون منبهرة باللي بتشوفه. فيا ترى انتوا مع ولا ضد اللي قالته أريج البنت السعودية عن الرجالة المصرية؟ هل فعلا هم رومانسيين وما فيش زيهم، ولا زي ما المصريات قالوا في الأول بس بيتمسكنوا لحد ما يتمكنوا؟ شاركونا في التعليقات.